السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم عبد النبي، وإحنا النهاردة في الفيديو ده هنشرح الأوتوكراتيك ليدرشيب. يعني إيه أوتوكراتيك ليدرشيب؟ خلينا نشوف بالتفاصيل إيه معنى. هنيجي هنا الليدرشيب ستايلز، من ضمنها حاجة اسمها أوتوكراتيك ليدرشيب، فتعتبر نمط من أنماط الليدرشيب. أوتوكراتيك من اسمها كده هي بيروقراطي، أو باللغة العربية بيروقراطي. يعني إيه بيروقراطي؟ زي ما إحنا عارفين اللي هو القائد بيقوم بالتحكم في كل القرارات او كل ديسيجن القائد هو اللي بياخدها، وبيبقى الانبوت من الممبرز او من الفريق اللي معاه قليل جدا. زي ما انتم شايفين مثلا لو قلنا اول حاجه individual control over all decisions، يعني القائد ده بياخد جميع القرارات and little input from group members، بيبقى الانبوت من اعضاء الفريق قليل جدا. كمان هو rarely accept advice from followers، يعني قليل جدا او قليل جدا لما بيقبل نصيحة من الناس اللي هم التابعين له او اللي تحته او اللي معاه في الفريق. كمان هو بيتخصص بشوية كاركترستيك، خلينا نشوفهم واحدة بعد التانية. كاركترستيك بتاعته بتتضمن، بيقول ان الليدر ميك ذا ديسيجن، هو اللي بياخد القرار. تاني حاجة هو little input from others. تالت حاجة هو member of group are really trusted with important task or decision، يعني الاعضاء بتوع الفريق بيبقى قليل جدا اما القائد بيثق فيهم ان هم ياخدوا قرار، او قليل جدا بيثق فيهم ان هم يديهم تاسك او مهمه ينفذوها. leader dedicate not only the outcome to be achieved but also the process by which to be accomplished the task، يعني كمان القائد هنا مش بس بيحدد الاوتكم اللي هو محتاجه، لا ده كمان بيقول لهم او بيختار لهم ازاي تعمل البروسيس او ازاي تأدي الوظيفه دي. يعني مش بس بيقول له مثلا عايزك تقوم او تطلع لي الناتج الفلاني او الاوتكم الفلاني، لا انا عايزك كمان الطريقه اللي انت هتشتغل بيها تشتغل بالطريقه دي، يعني بيتحكم في كل حاجه تقريبا. فده مثال على البيروقراطي. هو طبعا مش عايزين نقول هو كويس ولا وحش، طبعا كل حاجه ولها المميزات بتاعتها والعيوب بتاعتها، ولكن هنا خلينا نقول هو يفضل امتى. فهنقول يفضل الاوتوكراتيك او البيروقراطي في وقت الكرايسيس، يعني في وقت الازمات اللي انت محتاج فيها تدخل سريع جدا، زي مثلا كاردياك اريست، او زي مثلا سيكاتري اجريسيف بيشن، او في مشكله كبيره حصلت ومحتاجه تدخل في وقتها على طول زي الفاير مثلا. فده محتاج النوع ده من القاده، عشان محتاج ان هو ياخد قرار بسرعه جدا وبنفسه، ما يستناش ان هو يقعد ياخد راي بقيه الممبرز اللي معاه في الفريق، لان ده بيضيع وقت وممكن كمان يحتاج شويه جدال او شويه تفاوض مع الناس. لا هو لازم ياخد قرار بسرعه جدا ويبدا تنفيذه، والناس لازم تسمع الكلام في الوقت ده. فده طبعا ميزه الاوتوكراتيك او بيستخدم في ايه. بكده نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهارده، وهو كان معانا الاوتوكراتيك ليدرشيب، ده نوع من انواع الليدرشيب، واتمنى تكونوا استفدتوا معانا. اذا كنت استفدت فاعمل لايك واعمل شير لو انت في الفيسبوك، ولو انت على اليوتيوب فاعمل لنا سبسكرايب للقناه عشان تشوف باقي الفيديوهات، وطبعا ما تنساش تفعل الجرس. لو عندكم أي سؤال ممكن تكتب في الكومنت، وإن شاء الله نرد عليك في أقرب وقت. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.